في عبرانيين 4 عدد 16 بيقول: فلنتقدم بثقة إلى عرش النعمة لكي ننال رحمة ونجد نعمة في حينه. احنا مش بندخل عشان احنا نستاهل، مش بندخل عشان احنا نستحق، لكن احنا بندخل لعرش النعمة بسبب رحمته لينا وخلاصه، بسبب محبته، مش حاجة عدلة فينا يعني. علشان كده نكون عارفين يعني ايه صلاة ويعني ايه عبادة قدام الله. والعبادة هي صلة، علاقة بيننا وبين الله، فيها الصلاة وفيها صوت الله بنسمعه. وده مش بس بيكون في الكنيسة، لكن بيكون كمان برا الكنيسة، لأنها علاقة مشتركة. علشان كده خلينا نقول: يا رب أدخلوا لقدسك، أترجى وجهك طالبا حضورك. أنا بصدق أنه الله حاضر، لكن أن إحنا نشعر بالله هو ده الفيصل معنا. ما تخليناش وإحنا قاعدين نكون متشتتين في أفكار كتيرة، لكن خلينا نكون فعلا في محضر الله طالبينه، طالبينه بالروح وطالبينه بالحق. طويل الروح، الرب صالح للكل. طويل الروح،
محضره بتعلى ليه؟ لأنه قدوس، الله قدوس. مهم إن إحنا نعلن إنه الله قدوس في حياتنا، وخلانا قدسين برضو لأنه مش إحنا عشان نستحق، لكن بمحبته لينا إدانا إن إحنا نكون قدسين فيه.
امبارح الكنيسة فقدت ابنها بيتر، بس في المفاهيم الكتابية هو احتفال، فاحنا النهاردة عندنا احتفالين، وده في اللي مخليني متلخبطة. بس لما نروح لكلمة ربنا، والأسيس بولس دايماً علمني الكلمة دي في كل، مش هقول جنازة، لكن في كل حد بينتقل من شعب الكنيسة للسماء، هو احتفال، بس احتفال وداع. النهاردة احنا عندنا احتفالين، احتفال وداع واحتفال عماد. فموقف غريب شوية يعني، لكن بصدق انه احتفال الوداع ده احتفال. احنا لما نكون في السماء مفيش احلى من كده، لما يكون لينا رجاء مع الله مفيش اكتر امان من كده، ان احنا مش مفقودين، ان احنا مش تراب، الجسد بس هو اللي هيرجع للتراب، لكن احنا لينا حياة مع المسيح ولينا حياة في المسيح. فبيتر في السماء، السماء بتحتفل بيه، وبغض النظر عن المشاعر الإنسانية اللي جوه الكنيسة وجوه العيلة، لكن هو احتفال. و هيكون معانا بعد شوية داني ابن أخونا مايكل من شعب الكنيسة، هيتعمد، وتحتفال طفل بيبتدي حياته مع ربنا وبيعرف ربنا. فالكنيسة مليانة احتفالات. أقدر أشارك ببيتر إنه كلنا صلينا، بس حقيقي بيتر فكرني بالعازر، لأنه السنين العمر اللي فاتت الله أقامه من الموت مرتين. كان لسه الشيخ والتر امبارح بيشارك بالفكرة دي للأخ منير، أنه هو أقامه 10 سنين فاتوا، الله سمح بأن عمره يطول، لكن جه الوقت اللي رسالته خلصت، وجه الوقت انه يستمتع بربنا في السماء. وكلنا هيحصل لنا ده، بس في وسط الاحداث دي طبيعي ان احنا نتوجع، طبيعي ان احنا نكون متألمين، لكن نكون شاكرين في كل ظروف حياتنا. دايما بنشكر في كل وقت، نكون بنشكر وبنسبح ربنا. علشان كده خلينا نقوم ونقول له هيا نرنم لربنا المسيح، في كل حين شاكرين وفي كل حين ذاكرين، مش لأنه أثر معانا ولا لأنه خلى بينا، لكن هو شايف الصح فين وعارف اللي إحنا مش عارفينه. أسئلة كتير هنفهمها ممكن هنا مع الوقت، أسئلة تانية هنفهمها فوق في السماء، لكن مش دايما الإجابات عندنا، لكن اللي نصدق فيه إن الله صالح دايما، وإن الله عارف الخير لينا والصح لينا لحياتنا ورحلتنا. خلينا نكون بنقف ونرنم، هيا نرنم لربنا المسيح.
جرح قلوبنا له، فهو دعانا إلهنا القدوس، ليس سواه يخلص النفوس. فمجدك وحمدك لربنا الإله، من قد فدانا وأعطانا الحياة، هو عظيم وسيد الشعوب، يعطي خلاص. أنت تهتم بي، أنت تقودني وأنت ترعاني. حياتي في إيد الله مش في إيد اللي حواليا. هو اللي بيهتم بالتفاصيل الرفيعة بحياتي، في الفرح وفي الحزن، في الأزمات، في المشاكل، في السعادة، في البنى مع الله. كل ما ندخل لعرش النعمة ندرك ونفهم إزاي هو بيهتم بينا. في أوقات كتير بنقول له أنت سبتنا، أنت ما سمعتش الصلاة لينا وما استجبتش، يعني لأن إحنا بنربطين الاستجابة بفكرة معينة باستجابتنا إحنا، يا اللي إحنا عايزينه يا لأ. لكن حقيقي مع الرحلة الواحد عرف يعني إيه هو اللي صح، ويعني إيه هو بيستجيب وبيسمع، بس بيستجيب بطريقته، بيستجيب للصالح ليا مش باللي أنا عايزاه. I'm not afraid to die.
35. من سيفصلنا عن محبة المسيح؟ أشدة أم ضيق أم اضطهاد أم جوع أم عري أم خطر أم سيف؟ في حاجة تفصلنا عن المسيح؟ في حاجة هتشككنا فيه؟ في حاجة هتحسسنا أنه هو مش موجود؟ في ثوابت إيمانية، الشجرة ثابتة مهما الريح بتودي فروعها يمين وشمال. في ثبات في المسيح، في قلبي كما أنت مهما يحصل، في أساس بنتأثر إنسانيا وبنتأثر وبنتوجع في كل الظروف اللي بنمر بيها، لكن يا رب أنت زي ما أنت في قلبي، أنت معايا طول الوقت. يكفي أنه حتى في الصعوب وفي في الأزمات مش بيمسك إيدي، ده بيرفعني وبيسندني، فهو اللي بيمشي وبيعدي بيا النار. لكن أقدر أقول إنه هو بيدخلني رحلة تشكيل، بيشكل فيا علشان أكون أقوى. في قلبي كما أنت يا سيد الغالي يا كل أمالي. خلينا نكون فعلا بنستمتع بأنه كفايتنا هو موجود في حياتنا. خلينا نتجمل في الله الوحيد اللي بقى لنا، مهما الظروف عدت علينا، مهما الناس غابت عننا، مهما الناس فقدناها، لكن الوحيد اللي موجود معانا والوحيد اللي مش بيتغير في حياتنا هو. Thank you.
قلبي كما أنت. وكالة الله هيسألنا عليها في يوم من الأيام، وفي حياة مش عايشينها لنفسينا ولا لولادنا بس على فكرة، حياة أصلا عايشينها للمسيح. فمش عايزين العالم يعدي علينا وخلاص، لأنه في لقطة هتيجي مش هنكون موجودين، ساعتها هيبقى شكلنا إيه مش عارف. خلينا نختم بالترنيمتين دول. وقلت لي أني سأحب
ربنا ما وعدناش بحياة سهلة، ما قالناش الدنيا ورد، لكن قال إنه معانا في الطريق وفي الرحلة. ما قالش عيش لنفسك لكن عيش للمسيح. حياتنا عايشينها للي فادانا. هنفرح بيوم زي بيتر كده في السماء. خلينا نكون مستعدين للفرحة دي لأنه عكسها متعب، لكن خلينا لما نطلع السماء نكون متشرفين بيه. إله صالح للكل، أشكرك لأنك معانا في الطريق، أشكرك لأنه الفرح هو فرح القلب بيك، أشكرك لأنه الرحلة حتى لو مش سهلة بس مستاهلة نكون نعيش معاك. ساعدنا رب نكون شايفينك تكون بتنور كل طريق حياتنا، نكون ثابتين فيك مهما حصلت الظروف، نكون شبعانين ومستمتعين بيك عشان نقدر نعدي الطريق بكل صعابه، ليتمجد اسمك ونشوف مجدك في السماء ونلقى الأحباب. أمين. أمر غالي علينا جدا فقدان أخونا بيتر، لكن عزانا أنه في السماء. بنصلي من قلوبنا أن الرب يدي كل الكنيسة وكل الأسرة وكل العيلة تعزية بالروح القدس اللي ساكن فينا. النهاردة الصبح وأنا بقول الخبر لشماس منير، هو استقبل الخبر وانزعج وبكى وهو بيبكي، ورجع بسرعة كده لنفسه بعد أقل من دقيقة وقال: لتكن إرادتك يا رب، لتكن مشيئتك يا رب. على قد ما كنت أنا شايل تقل كبير وألم كبير وحزن كبير، لأنه الكلمات البسيطة دي للشماس منير أبو بيتر
أي قد ما هذه الكلمات عزتني وشجعتني وسندتني سندة حقيقية. التوكل على الرب والنظر إليه أمر غالي جدا، مفتاح الوحيد في تعزية نفوسنا، الرجاء الوحيد، الرجاء الوحيد اللي يخلينا نصمد وقت الانزعاج، وقت الألم، وقت الحزن. خلونا النهارده نفضلكم نرفع قلوبنا قبل ما نسمع كلمة الرب لأجل تعزية، طالبين عزاء الرب للكنيسة وللأسرة للعيلة، لأجل انتقال أخونا بيتر. الرب يدي من عنده عزاء، عزاء الروح القدس يملأ قلوبنا، الروح المعزي يشجعنا ويعزينا ويسندنا لأجل مجده في وسطنا. يا رب محتاجين لك، يا رب محتاجين لك، يا رب محتاجين لسندة منك، محتاجين للعزاء يا رب منك، محتاجين لتشجيعك، محتاجين لسلامك، محتاجين لك يا رب، محتاجين نشوفك في وقت الأحزان، وقت الألام، وقت الأطراح، في الوقت الصعب اللي بنمر بيه في حياتنا، محتاجين نشوف شخصك يا رب. مش كده النهاردة يا رب هناك احتفال، احتفال باستقبال بيتر في السماء النهاردة يا رب. احنا النهاردة عايزين ننضم لهذا الاحتفال يا رب، ونكون يا رب كمان عندنا سلام بيملأ القلب، وتعوض انت كل مشاعر فقد موجودة في حياتنا يا رب، وتدينا من عندك لمسة عزاء لنفوس مجروحة ونفوس متألمة ونفوس محتاجة شخصك يا رب اليوم. من فضلك يا رب وعلمنا يا رب يكون الأمر ده من فضلك سبب لخلاص نفوسنا. كل حد لسه بعيد عنك يا رب يرجع لك النهاردة، يفتح لك قلبه ويعيش معاك يا رب، يعيش معاك، لأنه هو ده الرجاء اللي لينا اللي على الأرض. مفيش رجاء تاني لينا مهما كانت أحلامنا ومهما كانت طموحاتنا، لكن رجاءنا الوحيد الحقيقي هو أن لينا مكان في سماك يا رب. نشكرك يا رب، عزي شعبك اليوم يا رب من فضلك، ادينا سلام يا رب. نحط قدامك يا رب أخونا أستاذ منير يا رب، نحط نانسي، نحط يا رب مدام إيمان، نحط آدم ونانسي يا رب من فضلك، نحطهم كلهم قدامك، كل الأصدقاء وكل الأحباء قدامك بلمسة من عندك لتعطي تعزية في اسم المسيح يا رب. بنصلي النهاردة كمان يا رب أنك تكلمنا برسالة الحق لنفوسنا، تعلمنا وتوجه نفوسنا في اسم المسيح يا رب، آمين. أمر مميز جدا يكون معنا أخونا فيليمون، هو هيكلمنا كلمة رب النهاردة. تفضل. أشارككم بكلمة الله من سفر حزقيال إصحاح 47. ثم رجعني إلى مدخل البيت وإذا بمياه تخرج من تحت عتبة البيت نحو المشرق، لأن وجه البيت نحو المشرق، والمياه نازلة من تحت جانب البيت الأيمن عن جنوب المذبح. ثم أخرجني عن طريق باب الشمال ودار بي في الطريق من خارج إلى الباب الخارجية من الطريق الذي يتجه نحو المشرق، وإذا بمياه جارية من الجانب الأيمن، وعند خروج الرجل نحو المشرق والخيط بيده قاس 1000 ذراع وعبرني في المياه والمياه إلى الكعبين، ثم قاس 1000 وعبرني في المياه والمياه إلى الركبتين، ثم قاس 1000 وعبرني والمياه إلى الحقوين، ثم قاس 1000 وإذا بنهر لم أستطع عبوره لأن المياه طمت مياه
سباحة نهر لا يعبر. وقال لي: أرأيت يا ابن آدم؟ ثم ذهب بي وأرجعني إلى شاطئ النهر، وعند رجوعي إذا على شاطئ النهر أشجار كثيرة جدا من هنا ومن هناك. وقال لي: هذه المياه خارجة إلى الدائرة الشرقية وتنزل إلى العربة وتذهب إلى البحر. إلى البحر هي خارجة فتشفى المياه، ويكون أن كل نفس حية تدب حيثما يأتي النهران تحيا، ويكون السمك كثيرا جدا لأن هذه المياه تأتي إلى هناك فتشفى ويحيا كل ما يأتي النهر إليه، ويكون الصيادون واقفين عليه من عين جدي إلى عين عجيلايم، ويكون لبسط الشباك، ويكون سمكهم على أنواعه كسمك البحر العظيم كثيرا جدا. أما غمقاته وبركه فلا تشفى، تجعل للملح، وعلى النهر ينبت على شاطئه من هنا ومن هناك كل شجر للأكل لا يذبل، ووراقه لا ينقطع ثمره، كل شهر يبكر لأن مياهه خارجة من المقدس، ويكون ثمره للأكل ووراقه للدواء. آمين. الحقيقة أنا مش جاي برسالة جديدة أقولها لكم، لكن جاي أجدد في أذهاننا كلمات وأحلام وأفكار الله عايز يصنعها وسطينا. كنت بتكلم في سن إعدادي الخميس اللي فات عن العلاقة، إن غرض وجودي في هذه الحياة هي العلاقة مع الله. ولما فكرت الحياة ما لقيتش سبب تاني لوجودي أنا شخصياً، فمقتنع جداً إن وجودي في هذه الحياة هي علاقة مع الله. ولما انكسرت هذه العلاقة كان في ذهن ربنا إن لابد أن يعيد هذه العلاقة، وأتى المسيح ليعود هذه العلاقة. فالعلاقة شيء أساسي ومهم جداً وهدف واضح في خطة ربنا، لكن الأجمل من كده لما حزقيال كتب الكلمات دي وكان في السبي، أو كان الشعب في السبي، لكن ربنا أخده في حتة تانية. وبيفكرني دايماً أني لما بنكون في أماكن بنعيش لذواتنا ولأنفسنا، الله بيفكر فينا بشكل مختلف. بينما كانوا في السبي يحصدوا نتيجة خطاياهم، كان الله يحلم ويبدع ويفكر في كيف يأخذ هذا الشعب إلى مكان عظيم ومقدس في حتة مختلفة. وقال الكلمات الجميلة دي، وأنا بالنسبة لي الرسالة دي من أعظم الرسائل اللي أنا بحبها في الكتاب المقدس، و بتعزيني أنا وكل مرة بفكر نفسي بيها، لأني بنفتكر أحياناً عندما نكون مؤمنين في الكنيسة ونعيش كخدام فنحن لا نحتاج إلى العلاقة مع الله، نهمل العلاقة مع الله، لا نفكر فيها. يعني كتير جداً لو أنا النهاردة بسأل الكنيسة ككل، مش هنا بس، هو احنا بنقعد مع ربنا؟ هو احنا لينا قاعدة ثابتة مع ربنا؟ هو احنا بنفكر فيه بشكل متميز؟ بنصارع في تحديات كبيرة قوي في الموضوع ده، اني بنفقد مكثنا أمام الله. علشان كده عايز أستعرض ليكم حلم ربنا وفكر ربنا وإبداع الله عن إزاي عايز ياخدني في حتة مختلفة. بس المشكلة مش عندي، المشكلة مش عنده هو، المشكلة عندنا.
احيانا كتير المجتمع بيصدر لنا ان احنا مش عارفين نوصل لربنا. لا، الحقيقه هو عايز يوصل لنا واحنا اللي مش عايزين. احنا اللي مش عايزين، احنا اللي متجبسين في اماكننا ومتمركزين حوالين ذواتنا ومش عايزين نتخلى عن بعض الاشياء ونفكر. علشان كده القصه دي او الرؤيه دي اللي قالها حزقيال، وانه بيشوف المذبح ياتي منه المياه، والمياه خارجه من تحت العتبه بتمر كده، وبمشهد عظيم. واذ راى رجل يقيس قال له تعالى انا هدخلك في حته غويطه قوي. وبعد ما قاس ثلاث مرات وبعد ما الميه ابتدت تدخل الى جوه، لقي نهر السباحه لا يستطيع عبوره. وهنا يمكن نتخيل اني وانا في الكنيسه وانا في الخدمه وانا كمؤمن وصلت الى السقف او الحدود بتاعه ربنا. انا جاي اشجعكم واشجع نفسي ان معرفه الله غير محدوده، ان التمتع والشبع بالله لا تستطيع ان تعبرها الى ابد الابدين. مش بس هنا، الى ابد الابدين ستظل في معرفه وفي انبهار وفي تمتع مع الله. وبيفرق معايا قوي قصه موسى في الموضوع ده. في خروج 33 فربنا بيقول لموسى بص انا هبعت لك ملاك هيطرد كل الشعوب من امامك وانت تخش كده على الجاهز يعني. فرق معايا قوي موسى وهو بيقول لربنا، عدد صح 33 وعدد 12، وقال موسى للرب انظر انت قائل لي اصعد هذا الشعب وانت لم تعرفني من ترسل معي، وانت قد قلت عرفتك باسمك ووجدت ايضا نعمه في عيني، فالان ان كنت قد وجدت نعمه في عينيك فعلمني طريقك حتى اعرفك لكي اجد نعمه في عيني. ايه يا موسى ده؟ هو انت لسه ما عرفتهوش؟ هو انت لسه ما وصلتش للليفل انك انت تعرف ربنا؟ قال لك لا ما وصلتش لسه. مش ربنا ده اللي عمل معاك معجزات كبيره؟ مش ربنا ده اللي اخذك من ارض مصر واللي صار في عمود سحاب نهارا وعمود نار ليلا؟ كنت بتشوف ربنا وكنت بتكلمه كما يكلم الرجل صاحبه، كل ده انت عايز ايه تاني؟ انا الحقيقه لو مكان موسى مش هفكر في حاجه تاني. مش هطلب من ربنا اقول له عرفني انت لسه هتعرف. موسى الحقيقه كان عنده الشغف والفضول وطول الوقت عايز يعرف ايه اللي في قلب ربنا. واحنا الحقيقه او انا شخصيا احيانا بشعر بالاستكفاء او بالاكتفاء. الاكتفاء انا بكتفي ان انا اتعلمت، بكتفي ان انا سمعت، بكتفي اني وصلت لحته معينه من التعليم، لنقطه معينه في الخدمه، الحمد لله. مش ده حلم ربنا، مش ده التفكير الذي يدور في ذهن الله. لا، ربنا عايز ياخدك في حته اعمق. عشان كده موسى قال له كده، فقال وجهي يصير امامك، وجهي يصير فاريحك. بص موسى بقى الشغف بتاعه والفضول بتاعه، فقال له ان لم يسر وجهك فلا تصعدنا منها هنا، فانه بماذا يعلم اني وجدت نعمه في عينيك انا وشعبك؟ اليس بمسيرك معنا فنمتاز انا وشعبك عن جميع الشعوب الذين على وجه الارض؟ فقال الرب لموسى هذا الامر ايضا الذي تكلمت عنه افعله، لانك وجدت نعمه في عيني وعرفتك
باسمك. انت عايز نمشي معك؟ علشان انت طلبت ده، عشان انت جئت في محضري وفكرتني باللي انا قلته لك، وانت فاكره كويس قوي وعلى قلبك تعمله، انا هعمله. احنا احيانا بننسى وعود الله لينا. ربنا عايزك تقعد معاه وتراجع الأجندة بتاعتك وتراجع وعوده معك وتقول له اصل انت قلت لي، يا انت فاكر؟ طب انا هعمله، انا هعمله، لانك مهتم، لانك عندك الاشتياق والجوع للموضوع ده. مش مجرد انا بس في حتة معينة ومبسوط، او في خدمة معينة ومبسوط، لا خالص. انا عايز ادخل لحتة مختلفة معاك في كل وقت بدون ما اقف، بدون ما اشعر بان انا اكتفيت. لكن العجيب في قصة موسى ان لحد كده موسى ما سكتش، قال له ارني مجدك. بص يا رب، سيبك من ده كله وركنا على جنب كده، انا عايز اشوفك. يفرق مع ربنا قوي ان موسى كان بيطلب ده لاجل الشعب، لكن لما يقول له ارني مجدك، انا عايز اشوفك، انا عايزك انت، مش عايز اي حاجه تاني. صعب جدا، صعب جدا دلوقتي لما بكون بخدم في حته معينه او واصل لحته معينه في الخدمه او مؤمن في درجه معينه، هروح اقول لربنا انا عايز اشوفك، انا عايز اشوف مجدك. موسى كان سنه كبير في الوقت ده، مش صغير، وزي ما قلت لحضراتكم هو واصل لحته عميقه جدا مع ربنا قبل كده، فهو مش محتاج للمنظوم. هل احنا جوانا الاشواق دي؟ هل احنا عندنا الشغف والفضول اتجاه الله؟ دايما عندنا صفه كمصريين ان احنا عندنا فضول اتجاه حياه الاخرين، يعني دايما بنحب ندخل في تفاصيل الاخرين. بس عندنا الشغف والفضول اتجاه ربنا، اتجاه هو عايز ايه، اتجاه ان انا اشوفه هو شخصيا. ارجع للنص بتاعنا حزقيال 47 واقول ثلاث حاجات مهمين، وانا يمكن بضع عنوان للعظه دي بسميها علاقه الوجود. علاقه الوجود، لو انا مش في علاقه مستمره مع الله، مش بتكلم عنك انت مؤمن ولا مش مؤمن، مش بتكلم عنك انت بتخدم ولا لا، بتكلم عنك انت ليك علاقه يوميه مع الله. احنا بنعلم اولادنا كده في اعدادي وثانوي، وبنعلمهم في مدارس احد، بس للاسف الحقيقه ان احنا بنفتقد للموضوع. أول حاجة في العلاقة، العلاقة تشفي وتحيي. لما تيجي المية نازلة من عند المذبح وتنزل وبتروح إلى بحر العربة، وبحر العربة هو البحر الميت المليان ملوحة ولا تعيش فيه كائنات حية. فلما تأتي هذه المياه وتنزل إلى هذا البحر فيشفى البحر. وهنا بيتكلم عن ان هو سيحقق شفاء من الخطايا ويعطي غفران للجميع. لكن انا عايز اتكلم عن تطبيق عمل النهارده كمؤمنين. هل نحن نحتاج الى علاقه يوميه مع الله حتى يغوص الله في اعماقنا لكي يحيي كل جوانب ماتت؟ هل احنا محتاجين ان ربنا يزور حتت مليانه بالجروح والاذاءات والالم علشان يشفيها ويحييها؟ نعم، العلاقه مع الله هي التي تشفي وتحيي. نصيحه،
هذا الطلب غير موجود في أي مكان آخر. ما تقدرش ومش هتعرف تلاقيه. علاقتي اليومية تجعل الله يذهب إلى أعماق قلبي فيحررني ويشفيني ويحييني فيجعل حياتي مختلفة. مش بس كده، لكن بيقول كلمة جميلة جدا جدا، ويكون أن كل نفس حية تدب حيثما يأتي النهران تحيا، ويكون الثمر كثيرا، السمك كثيرا جدا، لأن هذه المياه تأتي إلى هناك فتشفى ويحيا كل ما يأتي. مش بس أنت اللي هيحيا، مش بس أنت اللي هتحيا، لكن كل حد هيتعامل معك هيحيا. كل نفس، كل نفس تأتي إلى هناك فتشفى ويحيا، وكل ما يأتي النهر إليه فأنت تحيا وتحيي الآخر. تاني حاجة، العلاقة مع الله تشبع النفس وتلذذها. دايماً دايماً بندور على الشبع وتسديد احتياجاتنا من مصادر مختلفة. أنا عارف إن الكلام ده مش جديد على أذهاننا، بس الحقيقة التطبيق العملي اللي أنا بعيشه النهاردة بيقول إن أنا بدور إن أنا أسدد احتياجاتي في حتة تانية. بدور إني أسدد كل جوع جوايا، كل عطش من منابع مياه أو من أبار مياه لا تضبط مياه. لكن العلاقة مع الله تشبع النفس، تجعل السمك كثير جدا، كل واشبع. أنت مش بس هترتوي، مش بس هتشفى، مش بس هتحيا، لكن مش هيبقى عندك أي جوع أو عطش أو احتياج لمصادر تانية تسدد منها احتياجك. ثالث حاجة، العلاقة مع الله تجعل النفس مثمرة. لما نسأل هو حياتنا ليه مش مثمرة؟ بص، أي حاجة سواء محبة، غفران، ثمر، في كل حتة كده اوعى تفكر في حاجة غير العلاقة مع الله. أي حاجة مشكلتها العلاقة مع الله. احنا محتاجين فعلا حقيقي ككنيسة نطبق العلاقة مع الله بشكل عملي، وخاصة ان الله عايز يعلن عن مجده فينا. فإهمالي وعدم المبالاة، عندي مبالاة تجاه العلاقة مع الله. احنا محتاجين نجدد عهودنا اتجاه العلاقة مع الله. فبيقول له كده، على النهر ينبت على شاطئ من هنا ومن هناك كل شجر للأكل، لا يذبل ورقه ولا ينقطع ثمره، كل شهر يبكر لأن مياهه خارجة من المقدس. كل شهر وكل يوم يعطي الثمر في أوانه. ليه؟ لأن مياهه خارجة من المقدس. مش لأنه إمكانياته عالية، مش لأنه واخد درجة معينة من التعليم، لكن لأني خارج من المقدس. الوجود في المقدس شيء مهم، كان ثمنه غالي أوي، فصعب جدا، صعب جدا علينا ككنيسة ان احنا نهمل هذا الامر. لان عشان الله ياخدنا الى المقدس دفع الثمن الغالي جدا، وكان ثمن يسوع. فحلم ربنا ان يعيش جوايا، فحلم ربنا وابداعه ان يسكن روح القدوس فينا. فلما يسكن روح القدوس فينا انا اقول له ايه؟
متعني، اشبعني، وريني اللي أنا مش شايفه واللي أنت عايزه. مش أتجاهل الأمر. علشان كده علاقة العلاقة مع الله تجعل النفس مثمرة، فيكون لوجودي معنى. فلو أنا موجود وليس لي علاقة مع الله فكأني غير موجود. خلينا نصلي واحنا حقيقي قدام ربنا. احنا بنطلب من الروح القدس يجدد على العهود في دواخلنا. احنا بنقول له رب قد ايه احنا محتاجين الوقت اللي جاي نتشجع، محتاجين ناخد خطوات عمليه قدامك، محتاجين نقعد في محضرك ونشبع منك ونتلذذ بشخصك، محتاجين يا رب نشوف مجد، مجد غير عادي الوقت اللي جاي. تفتح عينينا وقلوبنا واذهاننا على شخصك يا رب علشان نشوف اللي انت عايز تقول لنا عليه. من فضلك حط جواك قوي انك تقعد في محضره، لان محضره حياتك هتكون مختلفه وليها معنى مختلف. بنعظم اسمك ونشكرك لان لك كل المجد. نشكر رب جدا لأجل كلمته لينا النهاردة. شكرا فيليمون، ربنا يباركك ويستخدمك دايما مركز ومهدف لهدف محدد. شكرا جدا ليك. النهاردة عندنا فريضة، ممارسة أوصانا أن نعيشها ونمارسها بشكل دوري يسوع المسيح. ولما كنا قدام حدثين زي ما كانت موسى بتتكلم كده، حدث مؤلم في انتقال أخونا بيتر، وحدث شايفينه مفرح في معمودية طفل وانضمامه لجماعة الرب، بصراحة أنا ما شفتش تعارض ما بين الأمرين. لأن المعمودية هي هدف مهم جدا وأمر مميز جدا ووصية غالية جدا. فالمعمودية هي وصية زي ما يسوع قال كده في الكلمات دي في إنجيل متى إصحاح 28. فتقدم يسوع وكلمهم قائلا: دفع إلي كل سلطان في السماء وعلى الأرض، فاذهبوا وتلمذوا جميع الأمم وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس، وعلموهم أن يحفظوا جميع ما أوصيتكم به، وها أنا معكم كل الأيام إلى انقضاء الظرف. هي وصية. فإحنا وإحنا بنمارس وصية إحنا مش محتاجين نمارسها في ظروف خاصة، لا محتاجين نمارسها وإحنا فرحانين ولا وإحنا زعلانين، ولا لما نبقى زعلانين ما نمارسش وصية خاصة، لكن دي وصية تمارس طول الوقت في أي وقت وفي أي زمن نمارس هذه الوصية. فالمعمودية هي وصية. لكن الحاجة التانية بالنسبة للمعمودية، المعمودية زي ما هي وصية لكنها أيضاً مسؤولية. مسؤولية. مسؤولية على بابا وماما اللي هيكونوا قدامنا ومعانا دلوقتي بعد دقايق. لأنه بيقفوا قدام دورهم الحقيقي. ودور بابا وماما هما بيقولوا نعم على العهود الخاصة بالمعمودية. بتديهم مسؤولية، دور محدد يعملوه. مسؤولية محددة بيعيشوها. فالدور ده مسؤولية. وزي ما بقول كل مرة فيها بنعمد طفل، واحنا بنعمد النهاردة دانيال، احنا
بنفتكر كل أب وأم موجود في المكان ده بيفتكر يوم معمودية ابنه أو بنته. وإحنا بنقول العهود بنجدد كلنا عهودنا تجاه هذا الأمر. إذن فهي مسؤولية. وزي ما تعودت مع حضراتكم وقلنا كده كتير الفكرة دي إنه مش بس تربية الولد أو البنت الطفل يعني في تأديب الرب في خوف الرب وإنذاره، إنه التربية المسيحية مش بس دور البيت، لكن ده دور إيه؟ دور الكنيسة ودور الخدمة والخدمات المختلفة في الكنيسة، دور مدارس الأحد واجتماع إعدادي واجتماع الشباب واجتماع الأسرة، ودور التلمذة في الكنيسة والتدريب في الكنيسة. كل الأمور دي بتعمل التربية المسيحية الحقيقية للطفل. مش كده واحنا بنعلم ولادنا كلنا مشتركين في هذا الدور، كلنا مشتركين في تعليم أولادنا، كلنا مشتركين واحنا بنعلم ولادنا واحنا بنقربهم لكلمة الرب، نحببهم فيها، نخلي كلمة الرب غالية عليهم، نخليها مميزة في عينيهم، نبذل كل طاقتنا طول الوقت عشان نخلي كلمة ربنا غالية وشيقة ومميزة. ده أمر مهم جدا لازم نتحرك فيه ونعيش فيه كلنا. عشان كده أنا دايما متعود باخد العهد على بابا وماما، وباخد العهد على شعب الكنيسة، لأن النهاردة في طفل هينضم لهذه الكنيسة، الكنيسة دي في طفل هينضم للكنيسة دي، ويكون كلنا كشعب الكنيسة لينا دور تجاه هذا الطفل. وكمان هيكون في عهد لخدام التربية اللي هم مسؤولين الاجتماعات المختلفة في الكنيسة هنا، علشان الطفل ده في يوم الأيام هيكون عندهم، أو أي طفل تاني موجود النهاردة عندهم، هو مسؤوليتهم، مسؤوليتهم روحياً، هما بيشتغلوا على حياته، بيعلموه، بيوصلوا له كلمة الرب، وبيجملوها وبيخلوها مميزة وشيقة عشان يستقبلها الولد والبنت والطفل والشاب في حياته عشان يستمتع بروعة العلاقة مع الله. تفضل يا مايكل. النهاردة بنتذكر عهودنا تجاه أولادنا. النهاردة يمكن أول مرة سيلفيا ومايكل يقطعوا هذا العهد، صح؟ إن شاء الله ما تكونش آخر مرة. لكن كلنا أو أغلبنا أو ناس كتير في وسطينا قطعوا هذا العهد، يمكن مرة، يمكن مرتين، يمكن أكتر. فخلونا نتذكر من فضلكم هذا العهد وإحنا بنسمعه مرة تانية النهاردة، وهم بيقولوه نقوله معاهم، نقوله في قلبنا، ونفتكر كل أمر وكل حاجة نسيناها نرجع نجددها مرة تانية. أمين. تعالوا نقف مع بعض كلنا وإحنا بنسمع عهد للأبوين. هل تجدد ما اعترفت به يوم قبولكما في عضوية الكنيسة؟ نعم. هل تتعهد أن تربي ابنك في تأديب الرب وإنذاره ولمجد اسمه، وأن تقود إلى معرفة المخلص المجيد الرب يسوع؟ نعم. هل تتعهد بأن تصلي معه ولأجله، وأن تواظب على الصلاة العائلية في البيت؟ نعم. هل تتعهد بأن تكون مثلاً حسناً وقدوة صالحة له في الحياة المسيحية والسلوك قولاً وفعلاً، وأن تستخدم كل الطرق لخلاصه؟ نعم. أمين. السؤال دلوقتي لشعب الكنيسة، وهنقول نعم كلنا بصوت عالي مع كل سؤال بسأله، وده دورنا اللي هنقول نسمعه ده تجاه بعضنا البعض، تجاه كل طفل، كل شاب، كل ولد، كل بنت، كل رجل، كل امرأة في هذا الجسد، ده دور كل الجسد في هذا الأمر. اسمعوا كده وخلونا نصلي هذه الكلمات، ولو مش بنعيشها مهم جدا نمارسها. يا شعب هذه الكنيسة، هل تتعهدوا أمام الرب
بقبول هذا الطفل في عائلة المسيح وبذل كل الجهد في ضمه والصلاة لأجله والاهتمام به حتى يقبل المسيح مخلصاً شخصياً له؟ وهل تتعهدوا بأن تخدموه بموهبكم الروحية وأن تقيموا الشركة المسيحية معه لأجل تكميله؟ أمين. تفضلوا ارتاحوا. أطلب من خدام التربية المسيحية في الكنيسة يقفوا. خدام التربية المسيحية في الكنيسة ومجلسها أنهم يقفوا من فضلكم. يا خدام هذه الكنيسة، هل تتعهدوا بالعمل بأمانة في مجال التربية المسيحية حتى توصلوا لهذا الطفل حقائق ومبادئ الحياة المسيحية؟ هل تتعهدوا برعايته وقيادته وتقديم له المشورة المسيحية بحسب الحاجة؟ هل تتعهدوا بأن تكونوا له قدوة في القول والفعل ولا تكونوا سبب عثرة في حياته؟ حتى يقبل المسيح مخلصا شخصيا لحياته ويتعلم الحقائق المسيحية ويصبح خادما في ملكوت إلهنا. أمين. خلونا نقف كلنا من فضلكم. أعمدك يا دانيال باسم الآب والابن والروح القدس إله واحد. أمين. أبونا السماوي رب، بنشكرك يا رب جدا مع ما قلوبنا، لأنك يا رب أنت إله صالح، عندك دايما أمور عظيمة لحياتنا يا رب. شكرا يا رب لأن يا رب النهاردة بتضم لينا في الكنيسة طفل جديد يا رب. ساعدنا النهاردة يا رب، ساعدنا النهاردة نكون بنخدمه في عملك، بنخدمه في مشيئتك، بنخدمه يا رب عشان يكبر في حياتك، في حياته يا رب طول الوقت هو بيعرفك، هو بيقرب منك، هو يا رب بيستمتع بيك، هو بيكبر زي ما سمعنا النهارده يا رب في عمق علاقه مميزه مع شخصك، فيكبر يا رب خادم مميز انت اللي تقود حياته لاجل مجد اسمك يا رب من فضلك. يا رب نحط النهارده قدامك يا رب اسرته، ترعاه يا رب وتخلي بالها عليه روحيا ونفسيا وجسديا. يا رب علمنا كلنا المبدأ ده النهاردة في حياتنا يا رب، نهتم بأولادنا في كل أمور الحياة يا رب، زي ما بنهتم بيهم جسديا نهتم بيهم اجتماعيا وتعليميا، كمان يا رب نهتم بيهم روحيا، فنعلمهم كلمتك، نتكلم بيها يا رب كل الوقت يا رب كلمتك، نستمتع بيها يا رب ونمتع أولادنا بيها طول الوقت يا رب. أصلي يا رب لأجل كنيسة دايما تضم الأطفال يا رب ليها، فتكون كنيسة مستمتعة بيك يا رب، وتعرف الأولاد اسمك وتربي الأولاد وهم بيكبروا فيك كل الوقت. حط يا رب قدامك الطفل الجميل ده يا رب من فضلك، باركه، شجعه، ثبته فيك يا رب، كبره يا رب وهو بيعرفك، كبره وهو بيخدمك، كبره وهو بيشوف مجدك ويشوف اسمك يا رب، ويعلي مجدك في وسط كل الأمم يا رب من فضلك، فيطلع خادم مميز يعرف اسمك يا رب طول الوقت. في اسم المسيح استجب لك كل المجد. آمين. آمين. تفضل ارتاحوا. نشكر الرب جدا لأجل وجود طفل تاني في وسطينا ككنيسة بنضم لينا كعائلة المسيح. بركة كبيرة جدا واحنا بنسمع أطفال بيسبحوا الرب، انه في أطفال تانيين كتير ما يعرفوش الرب وبعيد عن الكنيسة وبعيد عن الرب. عشان كده وانا شايل دانيال هو عمال فرحان وبيضحك ومبسوط بسمع فيه
انه تسبيح وتمجيد الله يكون في حياته طول الوقت، يكون فعلا طفل وابن للرب كل ايام حياته. بركه كبيره لينا النهارده واحنا بنحضر حدث غالي جدا غالي جدا، هو ضم طفل لعائله المسيح. نشكر الرب جدا لاجل الامر ده. مبروك، الف مبروك. تعالوا فضلكم نختم اجتماعنا بالترنيمه دي، وبعدها هيقودنا الأسيس سامح ألفي في صلاة البركة. رسالة أعطيتني يا سيدي كي أخبر الملا عن الحب العجيب، وقلت لي أن الطريق شائك، وقلت لي سأحمل الصليب، لكنك وعدت أن تمنحني بروحك القدوس عونا لا يخيب. مكرسا نفسي لك، مضاعفا حبي لك، ممتلئا بروحك خلفك. روحي وجسمي سيدي أمانة، أوكلتني بأن أصونها لك. شباب شهادة المعمودية، فمن فضلكم خلونا كلنا ننحني في صلاة. يا الله نشكرك لأنك إله عظيم جدا، إله غني في الرحمة، إله تسمع لصلاتنا وتقبلنا بكل ما فينا. يا رب اقبلنا عندما ندعوك كجسد واحد قائلين يا أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا كفافنا أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير، لأن لك الملك والقوة والمجد من الآن وإلى الأبد. ونعمة ربنا ومخلصنا يسوع المسيح ومحبة الله الآب وشركة وعطية الروح القدس تكون معنا وتدوم فينا من الآن وإلى الأبد. آمين.